English الصف الثاني ترم الثاني يونت 9. اهلا بكم في قناتنا قناه طيور الجنه التعليميه. ما تنسوش قبل ما نبدا لايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. النهارده هنبدا مع بعض مع يونت 9 اسمها Add the Far. Add the Far هناخد فيها listening وspeaking وكمان reading وphonics. يلا بينا نبدا مع listening والspeaking ونشوف دول بيتكلموا مع بعض بيقولوا ايه. دي بتقول لهم this is a farm with animal, this is a farm with animals, this is a farm with animals. يعني دي مزرعة فيها حيوانات او بها حيوانات. فالولد ده بيشاور بيقول ايه, there is a hen, there is a hen, there is a hen and a donkey, there is a hen and a donkey. يعني في ايه, في فرخة اهيت وكمان في ايه, حمار. Look, the hen is on the donkey. Look, the hen is on the donkey. يعني ايه, بصوا كده الهن على الدونكي, يعني الهن واقفة على مين, الحمار. بعد كده بتقول ايه, there is a fish and ducks, there is a fish and ducks in the water. يعني في fish وداكس في الووتر, يعني ايه, في سمك وبط فين, في المية. There is a cow and a sheep, there is a cow and a sheep. في cow وكمان sheep, يعني cow بقرة, يعني sheep خروف. They eat grass, they eat grass, بيأكلوا ايه, حشائش. طيب there is a horse, في كمان horse, there is a horse. وإيه كمان, and a goat, وإيه كمان, goat, في horse و goat يعني حصان وكمان إيه, معزة. The horse is very big, الهورس ده very big, كبير جدا أو ضخم جدا. conversation بتاعتنا خلصت وهناخد الفارم المزرعة بتاعت الحيوانات ونشوف أول حاجة بيبقى فيها إيه في الفارم, بيبقى فيها animals. animals repeat after me, animals, animals, animals يعني حيوانات. طيب أول حيوان معانا فيهم إيه, cow, 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 donkey, 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 hen, 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 duck, 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 fish, 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 goat, 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 horse, 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 sheep, 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 grass, grass, grass يعني حشائش اللي بتاكلها الحيوانات اسمها grass, grass. طيب دلوقتي بقى هناخد مع بعض there is there are. احنا متفقين ان there is بيجي بعدها اسم مفرد لما نكون بنتكلم عن حاجة واحدة بس, there is يوجد بس للمفرد. يعني البقرة دي نقول عليها ايه, there are a cow ولا there is a cow. برافو, there is a cow عشان دي بقرة واحدة بس, نقول a cow, there is a cow. on the farm في المزرعة, there is a cow on the farm, there is a cow on the farm. طيب there is, برافو عليكم, a horse عشان واحد بس, there is a horse on the farm, there is a horse on the farm. طيب there are بيجي بعدها اسم جمع معناها يوجد للجمع, يعني نقول there are a cow, لا دي مش واحدة, امال there are cows, نشيل A ونحط S الجمع. There are cows, there are cows on the farm, there are cows on the farm. طب ديت برافو عليكم سامعاكم, there are horses on the farm, there are horses on the farm. طيب يلا نشوف الاكتيفيتي ده كده ونشوف هنحله مع بعض ازاي. There نقط hens, hens on the farm. hens دي
جمع ولا مفرد؟ برافو عليكم جمع، عشان مفرد بتاعها هن واحدة بس، لكن دي هنز فاقس الجمع اهي. يبقى نقول there are a hens ولا there is hens، there are hens ولا there is hens. طبعا هنقول there are hens عشان ده جمع. طيب سؤال الهوم ورك للشطار، there نقط a duck on the farm، a duck، a duck مفرد ولا جمع؟ يا ترى هناخد there are a duck ولا there is a duck؟ شاطر اللي هيكتب لي الاجابه في التعليقات. شكرا لكم حبايبي، كنتم مع قناه طيور الجنه التعليميه. لا تنسوش لايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.